اوكي، اللجنة 3، انا العضو المصري الموجود في اللجنة، ومعنا عضوة من ايطاليا، كيارا، وشيان من المانيا. احنا المفروض احنا اللي بنحكم لجنة المسابقة الدولية، حوالي 17 فيلم بنشوف الافلام كل يوم، والمفروض ان احنا بنتقابل يعني بنتكلم عن الافلام اللي شفناها، بنعمل تصفية للافلام دي بشكل مستمر يعني لحد ما بنعلن الفيلم اللي بيفوز في الختام. الفيلم الفلسطيني فيلم الافتتاح، الواحد متحمس ان هو يشوف يعني الافلام العربية عموما. في فيلم الجولي ديبلي هي المخرجة فيه، اعتقد انا متحمس ان انا اشوف الفيلم ده. متحمس طبعا لفكرة ان ده عودة المهرجان يعني بعد السنة اللي فاتت ما تم توقف يعني، فمتحمس ان شاء الله للدورات دي، ان شاء الله تبقى زي الفل.